فقره الجمال والرشاقه. انا عارفه قد ايه شكل جسمك وقد ايه ان انا ببقى عايزه اخس، وكلمتين من تحت لتحت من جوزي، وكلمتين من صاحبتي، ومين مين ومين مين، وانتي تخنتي وانتي شكل وانتي انتي، كلنا بنبقى متضايقين. بيشرفني ان ينورني صانع البسمه زي ما بيسموه دكتور وليد علي عبد الفتاح، اخصائي التغذيه العلاجيه وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي، وحاصل على الماجستير الدولي في التغذيه العلاجيه واذابه الدهون بالليزر. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ منورنا. شكرا يا فندم. شكرا. طبعا انت صانع البسمه لان انت بتتعامل مع جزء يهم كل السيدات. صحيح. قول لي انت بتتعامل ازاي مع السيدات اللي بتبقى الدايت او الرجيم بالنسبه لها حاجه تقيله او ما بيجيبش معاها نتيجه؟ طيب، اولا بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نقدر بس نوصل للحالات بتاعتنا ان حياتهم تبقى سعيده، يبقى لازم تعلي قوي من هرمون السعاده جوه الجسم. لو جينا اتكلمنا على هرمون السعاده، ده هرمون يا فندم مسؤول عن ان انا اكون راضي عن جسمي، راضي عن الاكل اللي انا باكله، مدي نوعيات اكل معينه يبقى الجسم حاببها، فلما بيحبها بيبدا يستجيب لطلباتي. هوصلها اكتر شويه. انا النهارده نازل مع الحالة بتاعتي في الملعب اللي هو ملعب تخلص من الدهون، لازم أكون أنا عارف الأول الحالة دي عشان تقدر تستجيب ليا وتقدر تسمع كلامي، عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا اللي هو الوصول للوزن والشكل المناسب. يبقى لازم الأول الحالة تبقى معايا، يعني أفهم منها هي إيه اللي بتحبه وإيه اللي بتحبوش، لأن المفروض الأصل في الموضوع إن أنا وسيط خير ما بين الحالة وبين الميزان. دوري ان انا اقول للحاله خلي بالك الميزان بيحب واحد واثنين وثلاثه واربعه، وخلي بالك برضو الميزان ما بيحبش واحد واثنين وثلاثه واربعه. لازم الحاله تعمل الحاجه اللي الميزان بيحبها عشان لما تيجي تقف قدام الميزان او على الميزان، الميزان يرضيها فيديها الرقم اللي هي نفسها تشوفه. طب النهارده لو الحاله بتعمل حاجات او ماشيه على اسلوب الميزان ما بيحبوش، يبقى في تنافر بين الاثنين، ولا هي هتحب تقف على الميزان ولا هو الميزان هيديها الرقم اللي بتحبه. عشان كده نرجع نقول يا فندم ان الحاله المبنيه ما بيني وبين الكلاينت بتاعي، او مش عايز اقول مريض السمنه، يعني هي حاله مبنيه على التفاهم. لازم افهم الحاله كويس، افهم هي بتحب ايه فاديها نوع اكل هي بتحبه. يعني مثلا في حالات كتير تقول لي ما بحبش الشوكولاته، عمري ما اقدر امنعها، لكن هديها شوكليت دارك. اللي هي الغامقه. اللي هي الغامقه اكتر نسبه كاكاو عاليه. يعني بالمناسبه اكتر من تركيزي يعني 70%. طيب في حالات بتحب قوي المكسرات. ما عنديش مشكله، بس مكسرات نيه ومن غير ملح، مش متحمصه. ومن غير ملح. في ناس بتحب اللب، ما عنديش ازمه فيه، بس ليك 8 كيلو في اليوم، 8 كيلو اسف على يومين، بس من غير ملح. هنا بقى من هنا يا فندم نبدا نقول هرمون السعاده بيتنشط من هنا، ان انا اديتك الحاجات اللي انت بتحبيها. فاول ما بتسمع مني الكلام ده بتطمن، تقول لك ايه ده، لا ده دكتور دايت غير اللي احنا شفناه قبل كده، مش هتحرمني من الحاجه اللي بحبها. برافو، ده احنا كنا بنروح الدكاتره قبل كده ما بيدوناش الاكل اللي احنا بنحبه، وكمان بيحرمونا من الحاجات اللي احنا بنحبها. فبقى في تنافر بين الحاله وبين الدكتور. الكلمه اللي دايما بيتقال عليها الاكل العيانين. اكل عيانين. والاكل اللي مكتوب ومطبوع. والاكل اللي انا مش حباه. والاكل اللي انا همشي من عندك كدكتور يعني هقطع الورقه واقول لك والله العظيم انا جاي لك تاني وهروح اكل اللي انا عايزه وهتخن. الدكتور الشاطر اللي يفهم الحاله، الحاله فهمتك هتستجيب ليك، ولو استجابت ليك يبقى انت عارف تنتصر على الدهون اللي هي عند الحاله. من هنا بقى يا فندم نقدر نقول ما هو نحت القوام. نحت القوام، كلمة نحت الأول معناها إن أنت بتنحت حاجة صلبة. هو أنا ينفع أنحت حاجة سائلة؟ لا، ما ينفعش، ما اسموش نحت يا فندم. إذا النحت ده هو مبني فقط على الدهون فقط لا غير. عشان كده دايما أقول في فرق كبير بين فقدان الدهون وفرق كبير بين نزول الوزن. نحت لك الدهون الزيادة اللي على جسمك، لكن حافظت لك على القوام بتاعك اللي هو المية والعضلات. هو ده يا فندم بقى نحت القوام. لا الله، حلوة دي. وعشان كده وصلنا حلوة مع الناس. نحت لك الدهون وحفظت لك على الماء. لا حلو. طبعا نحت القوام. لا تعبير اول مره اسمعه. الدهون اللي هي حوالين العضلات بتاعتك واللي هي مسببه لك مشاكل نفسيه. ما اروح محلات اللبس ما ادوخ على مقاساتي. اقف قدام المرايه مش حابب اقف قدام مرايتي. الميزان ماشي جنبه مش عايز اقف عليك. ده غير كمان يا فندم الصحه،
تلاقي بقى الكوليسترول عالي ومشاكل في القلب ومشاكل في الرئتين، مش عارف اخد نفسك كويس، ومشاكل في المفاصل، عندي تاكل في الغضاريف بسبب الحمل الزايد. عشان كده فندم الحمد لله قدرنا نوصل مع الحالات ان هم يطلقوا علينا صانع البسمه، لان انت شلت اللود اللي عليه، شلت الحمل الزياده اللي عليه، الا وهو الدهون، وبلا رجعه. من هنا بقى نقول كمان ان في مرحله اسمها مرحله تثبيت وزن، هوصلك للرحله لاخرها وانت راضي وانت مبسوط بكل سهوله لاول السلم تاني وبلا رجعه. وده اللي احنا فندم الحمد لله يعني ده اساسنا في الشغل، ونسال الله التوفيق يعني ان شاء الله. احنا طبعا معانا على الشاشه الاجهزه المختلفه، ده اول جهاز بقى فندم في الرحله بتاعتنا، ده السوبر بتاعك، ده اللي بيديك الخطه، ده فندم ده المعلم. هو ده المعلم اللي بيقول لي خلي بالك عندك مشكله هنا وهنا وهنا. مش كده فندم؟ بدون هذا المعلم انا همشي في طريق ضال، طريق انا ونصيبي. برافو عليك يا فندم. لا تصيب بقى لا تخيب. طب هو احنا معلش يعني الحالات جايه لنا عشان نقول لا تصيب لا تخيب؟ لا، احنا عايزين نصيب بس. انت قلت لي كلمه جميله قوي في فقره قبل كده، انا ما بجربش مع الحاله ابدا، انا عارف انا هعمل ايه، لان انا جربت مع نفسي قبل كده. خلي بالك دايما يقول لك اسال طبيب ما تسالش اسال مجرب ما تسالش طبيب. طب لو الطبيب مجرب ايه رايك؟ انا كنت زايد في وزن 13 كيلو وفقدتهم دهون بس، ها؟ والناس المقربين ليا يشهدوا على ده. فالحمد لله يا فندم ان احنا بنقدر نفهم الحاله، والحاله بتستجيب لينا وبتبقى عندها امل كبير قوي بعد ربنا ان احنا نقدر نوصل معاها لوزن وشكل كويس الحمد لله، وفي وقت قليل اهم حاجه. ده الجهاز اللي هو ده فندم بقى، ده دور جهاز النحت اللي احنا بنتكلم عليه، هي الدهون العنيده اللي انت قلت لي عليها قبل كده، الثلاثيه. انا مركزه على فكره، صلبه وعنيده جدا، وانا لوحدي ما اقدرش عليها. لازم يكون معايا سلاح قوي يكسرها. عن طريق اجهزه الالكترومغنيتيك، عن طريق اجهزه الفات سكلابتشر، عن طريق اجهزه الناين دي اللي هو الكرايو، عن طريق السبايدر ليزر، عن طريق الريدي ستيم، انا مال اعدد اجهزه، عن طريق البي 33، عن طريق الفور دي كرايو. عندنا اكتر من 12 جهاز في كل فرع. مين اللي بيختار يا فندم الطريق المناسب؟ الدكتور، ان كان انا او الدكاتره المساعدين بتوعي. بتبقى عارف نحط الخطه، المكان ده للسيده دي بالوزن ده محتاجه ده، صحيح، ونقول لها خلي بالك انت عندك مشكله هنا. زي مثلا منطقه البطن، تقول لي انا منزل في الوزن كويس جدا، منطقه البطن دي عامله مشاكل لمعظم السيدات وخاصه صحيح. بعد الحمل الشيب مش كويس. تقول لي خلي بالك الشكل مش كويس. هو انا عايز انزل وزن وخلاص؟ اقول لا، احنا هننزل اتنين، هننزل وزن على الميزان تبقى راضي عليه، وهنزلك كمان الدهون اللي هي العنيده في منطقه البطن مثلا او الارداف عن طريق اجهزه النحت بدون جراحات مع شد الترهلات، لان ناس كتير بتخس وفي ترهل في الجلد. لا، احنا الحمد لله عندنا اجهزه بتعمل تحسين لشكل الجلد، بتشد الترهلات عن طريق طبعا تحفيز ماده الكولاجين اللي هي تحت الجلد المسؤوله عن ان شكل الجلد يبقى كويس، مفيش ترهلات. وكمان عندنا اجهزه يا فندم بتعمل على تقويه العضلات. حضرتك طبعا يعني ادرى مني وعارفه ان اي جسم في جسم يعني اي منطقه ضعيفه كعضله ضعيفه هي دي المغناطيس اللي كل الدهون بتجمع عليها، لان انت ضعيف فانا هبقى اقوى منك. الدهون بتحب السيطره قوي، بتروح على المكان الضعيف وتسيطر عليه. فاحنا بقى الحمد لله بنقدر نعمل يا فندم دي حالات مختلفه. الحاله دي كانت معانا قبل كده بسمه، ما شاء الله من الناس اللي ماشيه كويس جدا معانا، وما زال بتخس ما شاء الله عليها، ونحتت القوام يا فندم عن طريق اجهزه النحت بدون جراحه مع شد الترهلات. كلميني بقى عن الشكل، وكلمني عن وشي وشعري ما تاثروش. خلي انا بالعكس شايفه ان الوش فيه نضاره عن الاول. ليه بقى يا فندم؟ لان انت زي ما قلت هرجع بقى تاني لدقايق ورا كده، ده احنا بنتكلم في السن الصغنن اهو، ده عندنا كل الاعمار. احنا قلنا هدفنا مين؟ الدهون فقط. مع الحفاظ على مين؟ على الميه والعضلات. كلمه الميه والعضلات، يبقى انت بتحافظ على بشرتي وشعري. حلو قوي لما تلاقي بقى كل الاعمار عندك من اول 8 سنين مرورا ب 15 و 25 و 30 و 40 و 70 سنه. والله من هنا بقى دكتوره نقول بقى حاجه مهمه قوي، ما حدش يفتكر ان هو عشان سنه كبر يبقى مش هيخس. لا، طول ما انت في نفس داخل ونفس خارج وعندك امل ان انت توصل لهدف معين، واحنا الحمد لله عندنا كل الاساليب الحديثه اللي تقدر توصلنا للي احنا عايزينه، يبقى ان شاء الله هنقدر نجيب نتيجه باذن الله ان شاء الله. طيب هسألك سؤال، دايما بنسمع كلمة معدل الحرق، بتتعامل ازاي مع الناس اللي معدل الحرق بتاعها ضعيف؟ البيزل ميتابوليك ريت اللي هو معدل الحرق بتاعنا مسؤول عن ثلاث، يعني بيتحكم فيه في ثلاث حاجات. السن،
معدل النشاط شربك للميه، يبقى البيزل ميتابوليك ريت معدل حرق الدهون لو انت بتشربش ميه كتير الحرق بيقل جدا، لو انت ما بتعملش رياضه الحرق بيقل جدا، لو انت ملخبط في اسلوب الاكل بتاعك لا طبعا بيبهدل الدنيا. خلي بالك في ناس عكس الهرم الغذائي، يعني يفطر بعد الساعه 1 ظهر ويتغدى بعد الساعه 9 بالليل ويتعشى بعد الفجر. مش في ناس ده كل الناس الهرم الغذائي انت طبيعي طبيعه اكلنا كلها كده. فانت عارف ان انت بعد الساعه 9 بالليل معدل الحرق بيقل جدا، وهرمون الكورتيكوسترويد اللي هو الكورتيزول بيبدا يعلى جدا. يبقى انت منين النهارده بتطلب مني ان انا حرق يعلى وانت قالب الساعه البيولوجيه بتاعتك؟ طب هو سؤال بقى، هو الناس بقى اللي هي شغلها بالليل متاخر واكلها بالليل متاخر، الناس دي نحطها كده تبع الكاتيجوري ان هو مش هينفع يخس؟ لا، من هنا بقى فندم نقول ده كل قاعده شواذ، بمعنى ان انا اقدر بالاجهزه بتاعتي واقدر بكورسات العلاج بتاعتي واقدر بتفصيلي للدايت ان انا اغير الساعه البيولوجيه. نتحكم في الساعه البيولوجيه بس بشرط تقعد 21 يوم ملتزم باللي اقول لك عليه، اقدر اقول لك انك اتمكنت من الساعه البيولوجيه بتاعتك وهتخس حتى لو انت قالب اليوم بتاعك. بس اهم حاجه الالتزام بالتعليمات، يعني اشرب 3 لتر ميه كل يوم، امشي على نظام الاكل انا مكتبه لك ما تقللش منه، التزم بكورسات العلاج اللي بتعلي الحرق جدا من غير رياضه، وبتقفل الشهيه جدا من غير جراحات، وبتعطشني فتفكرني بالميه. مهم جدا اجهزه النحت للتخلص من الدهون العنيده اللي مهما تنزل في الوزن هي بتنزلش معانا. نورني دكتور وليد علي عبد الفتاح، اخصائي التغذيه العلاجيه وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي وصانع البسمه، حصل على الدكتوراه على الماجستير الدولي في التغذيه العلاجيه واذابه الدهون بالليزر. شكرا يا دكتور وليد. يا ريت كلكم تكونوا فهمتوا احنا قلنا ايه، يا ريت كله يكون كتب ازاي يعلي نسبه الحرق بتاعته. هسيبكم مع فيديو جميل وبعدين فاصل وارجع لكم تاني.